السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله يعني بصدفة باش جا هاد ليكرون باش انا نحطو لكم. كيف عرفتوني يعني ليكرون اللي تنشكل بزاف ديال السيدات وبزاف السيدات تياخدوه وهو في لوركا في لوركا حيت جمعنا حويجات اللي زوينين بزاف تيحمينا من يعني تنقلو جملي طاش وديال التجاعيد والشمس في نفس الوقت. بيت الكوموندي لواحد سيده من لافامي في لوركا ما لقيتهاش، لقيتها مقطوعه، قالت لي شوف لي شي ايكرون اللي يكون زوين ويكون يعني قريب لفيلوركا. هادشي اللي لقيت استين خيب الاكسيون ديال فوتو الترا، ولكن في الحقيقه فاش قريت على هاد ليكرون هذا وفاش شفتو شفت لي كومبوزيسيون ديالو زوين بزاف، دونك قبل ما تدي هي قررت انني ندير لكم عليه فيديو. بالنسبه للفوتو الترا استين خيب الاكسيون، دونك منين نجيو ندخلوا هاد تريبل اكسيون اشنا هي يعني ثلاثه ديال الحوايج لاش تخدم لينا. اول حاجه الحمايه من الشمس، ثاني حاجه محاربه التجاعيد يعني الشيخوخه وعلاج للتجاعيد، ثالث حاجه تعطي اشراقه ولمعان للبشره. نجيو نقولوا علاش فيه هاد، علاش تيدير لنا هاد الحويجات هادو واشنو المكونات ديالو. بالنسبه لايستدين فوتو الترا لي كومبوزيسيون ديالو من احسن المكونات اللي تتبغيها لنا البشره ديال الوجه ديالنا. فهو كيحتوي لنا على واحد الحمض نووي اللي تيعملنا على اصلاح اضرار ديال البشره، واحد الانزيم كوديس اللي تيحفز وتيعزز لنا اللمعان واشراقه ديال البشره. وثاني حاجه اخرى اللي هو يعني الكولاجين، فيه واحد البيتيد اللي تعطينا واحد انتاج ديال الكولاجين وتحفز لنا على زياده انتاج الكولاجين. اللي عرفنا كلنا الكولاجين ملي تنجيو تنذكروا الكولاجين راه يعني واحد هو اول حاجه بالنسبه للتجاعيد. هذا بحال هاد العيوب اللي عندي في البشره كون انك تستعملي يوميا واحد ليكرون اللي فيه هاد الحويجات هادو، استعمال يومي كوني على يقين على ان البشره ديالك غادي الا ما تحسناتش على الوضع اللي هي فيها او يعني تزيد تحسن وتزيد تغطاو العيوب ما غاديش يزيدوا التجاعيد. هادشي اللي تيدير لينا الكولاجين وهو تيحمي لنا البشره ديالنا من التجاعيد، كذلك تيعالج لنا التجاعيد اللي تتكون في البدايه ديالها اللي تتكون رقيقه. كاينين التجاعيد ما يمكنش سيده وصلت تبارك الله 50 عام ولا الفوق يعني وما عمرها ما دارت شي كريم ديال التجاعيد، ومنين نحط هذا ديرو وتجي تقول لي راه ما دار لي والو، بطبيعه الحال ما غادي يدير لك والو حيت التجاعيد كيف تنقول لكم راه تنبداوهم يعني كل سيده وامتقصها. كاينين بنات اللي من 20 عام تيبداو لهم التجاعيد، تيخصهم يبداو كريمات ديال التجاعيد، يشربوا الماء مزيان، يعتنيوا بالبشره ديالهم اكثر، ما يخليوش البشره تاعتهم تكون جافه، حيت خلاف على اننا على السن تيجيونا التجاعيد، تيجيونا التجاعيد كذلك من الجفاف ديال البشره. كيف قلت لكم الكولاجين اللي هو واحد اساسي بالنسبه للتجاعيد، تيحمي لنا البشره من التجاعيد اللي جايين وفي نفس الوقت يعالج لنا دوك التجاعيد اللي كاينين. ثاني حاجه حمض الهيالورونيك يعني الا جبنا اسيد هيالورونيك اللي تنعرفوا هذا الاسيد هذا بزاف ديال البنات تيقلبوا عليه هذا الحمض هذا وتيبغيوه يكون في كريم ديال في ايكرون او لا كريم ديال الليل او لا. علاش؟ حيت هذا الحمض هذا هو الاساسي في واحد الاشراقه ديال البشره وواحد البياض ديال البشره وعلاج كذلك البقع او ليطاش اللي تيكونوا لنا في البشره، زائد انه تيحمي لنا البشره من التلوثات وتيحمي لنا البشره من العوامل الخارجيه، زائد كذلك على انه ترطب لنا البشره. دونك منين معزز لنا هاد ليكرون بهاد ثلاثه ديال الحوايج الكيديوس الكولاجين والاسيد هي اللوغينيك، دونك راه عندنا واحد الحمايه كامله بالنسبه للبشره ديالنا، زياده على انه ملي تديروا على البشره ديالكم ما تيبقاش داك ليكرون اللي تيبقى مكبص يعني دغيا تشربوا لنا البشره. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه تقولوا لي مناسب، هذا مناسب لجميع انواع ديال البشره. حاجه اخرى اللي فيه تاني زوينه بزاف وحاجه اللي فيه زوينه تاني كتر هو انه ما تيحرقش لنا في العينين، يعني منين تجي ديري لي كرون ديالك وتجي ديري لي هاد البليصه هادي وديري هاد البلاصه هنا ما غاديش يحرقك في العينين، يعني مناسب ما كاينش مشكل فيه.
دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للثمن ديالو. الثمن ديالو 374 درهم، ولكن هاد 374 درهم غادي تلقاو قل، دونك غادي تلقاوه ما بين، عطوني ودنيكم الله يعطيكم الصدر، ما بين 280 300 حتى 370 درهم 350 درهم. المهم هادشي اللي كاين، راه بارفوا تيكونوا دي 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 بروموسيون في 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 لي لابو، ولا تتكون واحد الروميز في لي لابو، سكي في تقدروا تمشيو تصادفوا معاه اقل من هاد الثمن. دونك هذا فيه تريبل اكسيون اللي تيحتوي لنا على ثلاثه ديال الحوايج اللي مهمين وزوينين للبشره، هادشي اللي عطى الله. دونك ملي تنحط شي حاجه اللي زوينه راه تتكون دايره في الثمن، ما كرهتش لكم. ملي نحطت ايكرون ناقص في الثمن نزلوا عليا الخوت، لا ما تعطيهمش هاد ليكرون، عطيهم في لوغكا، عطيهم كذا وكذا. ولكن راه ماشي كاع البنات، ماشي كاع السيدات يعني في المستطاع ديالهم انه ياخذوا واحد ليكرون بهاد الثمن هذا. هادشي علاش نحاول نخلي القناه ديالي متوازنه، يعني نحط الحاجه اللي يقدروا عليها البنات كاملين، ونحط حاجه ثانيه اخرى اللي تيقلبوا عليها سيدات. دونك هذا كيف قلت لكم غني لنا بثلاثه ديال الحوايج، واحد كيديوس انزيم، لاسيد هيالورونيك، والكولاجين. هاد ثلاثه ديال الحويجات اللي تيعزوا لنا البشره، يعني الحمايه ديالها من الشمس، الحمايه ديالها من العوامل الخارجيه، الحمايه ديالها من التلوثات، اشراق البشره وبياض البشره، تيحمي من الشمس، عنده خاصيه كبيره انه تيبرد لنا البشره. يعني السيدات اللي تيكون عندهم ديك البشره حمراء وتتحرقهم وهذا، الا داروا هذا راه ما يخافوا والو، بالعكس غادي يعاونهم اكثر، ما تيحرقش لنا في العينين، تيعالج لنا التجاعيد. هذا الشيء اللي كاين، الثمن ديالو هو هذا، نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا اكثر. دونك فوالا، ها هو، انا حاول تنقلب الكاميرا باش تشوفوه. فوتو الترا، وهاد لا غام فوتو الترا راها معروفه بزاف، لي برودوي ديالها كلهم زوينين، لي برودوي ديالها كلهم زوينين. انتم لو بغيتو تقراو هنايا، دونك اكران سولار كذا كذا، فاسيال كومبوزيدو تريبلاكسيون، المهم قراو نتوما السيدات اللي بغاو يقراو. بالنسبه للتركيبه ديالها هو كيف قلت لكم ناتوريل دانزيم، كوانزيم كيديس، تيحتوي كذلك على الكولاجين، لاسيد هيالورونيك. دونك هادشي اللي كاين، حاولت نعطيكم معلومات كاملين عليه. لا معاش معاك سيدي، تنصور واحد السيد. دونك فيه 50 مليلتر بعد الفتح ديالو ب 12 شهر، عاد يعني تتنتهي المده الصلاحيه ديالو. هادشي اللي كاين، دونك انا حاولت نعطيكم معلومات كاع عليه. انا براسي غادي نكمل في لوغا، بقات ليا فيها ماشي بزاف، وغادي ناخذ هاد ليكرون حيت فعلا فاش قريت لي كومبوزيسيون ديالو زوينين بزاف، يعني الحوايج اللي تنقلب عليهم. دونك تنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، تنتمنى تبارطاجيو ليا القناه ديالو لي فيديو ديالي مع يعني العائله ديالكم، مع اصحابكم، مع احبابكم. اي حاجه بغيتوني نهضر لكم عليها خليوها في التعليق. بغيتو تتبعوا السطوريات ديالي اليوميه، يعني تقريبا يوميه تنحط في الانستغرام، تنحط يعني كان شي برودوي مقطوع وعاد دخل، كانت شي حاجه شي معلومه هكا صغيره تنحطها لكم في الستوري. دونك هادشي اللي كاين، دمتم في رعايه الله، وحفظه، ولا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.